السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كلشي بخير وعلى خير وبصحة جيدة. قبل ما نبداو الفيديو ديال اليوم، ما تنساوش ديروا اللايك وتبارطاجوا مع الحباب والصحاب، واللي مازال ما اشترك هذه هي الوقيته فاش يشترك. وكيف العادة، وصفات جداد ومتنوعة اليوم عندي لكم. المسمن، يعني المسمن المغربي والتقليدي كيف العادة، غير انا زدت فيه واحد الاضافة اللي صراحة كتجي زوينة وكتخليه مورق. يعني ماشي الزبده بوحدها اللي كتكون كافيه باش تورق، يعني واحد المكون اللي هو صراحه كيجي زوين بزاف. ودابا نشاركو معكم. عندي نص كيلو ديال الفرص، يعني جوج زلايف، وزلافه ديال الفينو. يعني ملي كتضعفوا الحجم كديروا جوج زلايف ديال الفينو وربعه زلايف ديال الفرص. كنديروا معلقه كبيره ديال سنيده والمليحه، المليحه يعني على حسب الذوق. ومن بعد غنحتاج الماء، يعني ما كيكونش دافي، يعني هي الماء ديال الروبيني للعجن، يعني ما كندير فيه لا خميره لا والو. وهنا غنحتاج الزبده باش نورق، وماشي الزبده بوحدها كافيه باش نورق. وغادي ندير الزيت باش نسرح المسمن، يعني انا خدمت هنا هي بالفينو ماشي السميده الرقيقه، يعني هي الفينو، يعني كيجي زوين الصراحه وكيعجبني بالفينو. يعني كنخلطوا الصراحه ها المكون اللي زوين بزاف بزاف، يعني الخميره الحمراء ملي كتخلطها مع الفينو وكتورق به المسمن راه كيجي زوين بزاف بزاف، يعني كيجي زوين بلا قياس. كتخلطهم راه كيجي مورق بحال كل ورقه وحدها، يعني الصراحه كيجي زوين بزاف. ومازال نوريكم طريقه الاحتفاظ بها الا جات لكم. يعني كديروها في واحد القرعه ديال الدجاج، تكون من الاحسن تكون ديال الكونفيتير، تكون نقيه ومغسوله مزيان وتكون معقمه، يعني داك التعقيم اللي كنهضر على تكون معقمه. تديروها في الكسكاس حتى كتشرب داك الفار، من بعد كتهزوها كتخلوها حتى كتستقطر مزيان، يعني ديالها كامله تهبط هكا بحال اللي كتهبطي الكاس بحال هكا باش تنشف على راحتها، ما تمسحها ما والو. يعني كدير فيها هاد السميده وما كتخسرش معكم، يعني ملي كديريها في اي حاجه يعني ديال الدجاج بلا ما كتكونش معقمه دغيا كتلقاها تصوفات. هذه هي طريقه الاحتفاظ ديالي انا. بسم الله، خلطوا الدقيق ديالنا، نبداو باش نعجنوا المسمن. بسم الله، يعني ما تزيدوش الماء كلشي لحقاش المسمن كتكون شويه العجينه شاده شويه في راسها ما كتكونش جاريه. نتلاقاو بعد ما غنجمعوا العجين. هنا كيف ما كتشوفوا انا راه دلكت العجينه ديالي بما فيه الكفايه، دلكتها مزيان. دابا غندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت باش كنقطعوها كواري، يعني في البلاصه ما كنخليهاش انا الصراحه ترتاح، اللي عنده الوقت ممكن يخليها ترتاح. بسم الله، بغيتي ديرهم كواري صغار كواري كبار، يعني على حساب الرغبه. يعني لي بول ديالنا انا غادي نديرهم على قد هكا، يعني نتوما كتكونوا كتختاروا شنو حاجه غديروا، نستفهم شي حاجه. يعني تقريبا كنجيبهم في نفس الحجم. بعد ما غنسالي لي بول ديالي نتلاقاو المرحله الثالثه.
هنا انا راني ساليت لي بول ديالي، يعني غدرت ليهم غير ميكا، ممكن نديرو السلوفان، المهم انا كنفضل الميكا لحقاش السلوفان ملي كتحيدو المره الاولى صافي كيتجمع معانا، يعني كنمزروع على جنب كنخلو هنا باش نخدمو فيه، يعني كندهنو سطح العمل ديالنا بالزيت. بسم الله ناخذ واحد البول، نسرحوها على الطريقه العاديه ديال المسمن، يعني هي بالزيت، يعني هنا راه كنستعمل انا الزبده سميتها ماماتي، دائما الزبده اللي كنستعمل هي ماماتي، سواء نديرها هكا نورق بها، سواء مهم اي حاجه، يعني الزبده ماماتي هي اللي كنستعمل دائما. يعني كنستمر بنفس الطريقه، يعني كما كتشوفوا راه الطرق اللي ورقنا راه كما كتشوفوا راه كيبانوا لكم النفخات، يعني كاع المسمن اللي كيدير، يعني العجينه اللي كدير بحال هاد النفخات عرفي راه العجينه مزيانه ومدلوكه مزيان. ندير الزبده، هنا ندير الفينو اللي مخلطه معاه الخميره الحمراء، ملي كنطوي غير على نص كندير تاني شويه الزبده وشويه الفينو، نزيد نطوي، يعني هذاك اللي في يدينا راه غادي نديره هنايا، فين اللي في يدينا غنديروه هنا، يعني ما يحتاج نزيدوه. انتما كما كتشوفوا درت معكم حتى الاولى، ونستمروا بهذه الطريقه حتى كنسالوا لي بول كلشي نربعوه بحال هكا. هنا انا راني درت المقله ديالي كتسخن، يعني راه النار ماشي مجهده، غادي نجي نقرص معكم المسمن وتشوفوا الطريقه ديال الطياب اللي كندير. يعني راه ضروري المسمن من الاحسن تغطيه، يعني كتبداي باللوله بسم الله، يعني راه المسمن هدرناه شوية كبير، المقله ديالنا راه كتسخن، نجيبكم معايا عند المقله،
سخنات ما سمعتوش الزيت. بسم الله هنا تاني راه كنديرو الزيت هي في الجناب. دابا يبدا يتنفخ. ما تخلوهش يدين يحمر بزاف عاد تقلبوه، يعني هي كيشد شويه في راسو كتقلبيه. هنا بداو دوروه غيب بالعقل، نيب شويه كما كتشوفوا راه بدا كيتنفخ معنا. يعني كنبداو تاني نقلبوه من جديد. كما كتشوفوا راه المسمن راه كيتنفخ يعني بحال البطبوط. راه تحمر يعني راه خدا اللون ديالو. كنستمر هكا كما كتشوفوا راه تحمر من الجناب من الجوانب بجوج. يعني غنستمروا بنفس الطريقه حتى كنسالوا كلشي المسمن. كنحطوه في طبصيل راه تبارك الله راه كيجي زوين بزاف. نستمر معكم بنفس الطريقه، نخدم معكم وحده اخرى. يعني هنا ما كنحتاج نديرو داك بزاف ديال الزبده ديال الزيت عفوا، يعني كنكتفيو داك الزبده اللي درنا في الاول في المقله. كما كتشوفوا راه بدا ثاني كيتنفخ ما شاء الله. ها انتما كما كتشوفوا راه تنفخات، يعني الاولى والثانيه وكذلك الثالثه والرابعه حتى الاخير غيبقى يتنفخ بحال هكا ما شاء الله. يعني راه كيجي الصراحه زوين ما شهيتكم. يعني راه ساهل ومكونات يعني موجوده في جميع البيوت، يعني مكونات اللي هي بسيطه الصراحه. شتي كيفاش كيتنفخ؟ يعني هنا تحمرات معايا حتى الثانيه هانتوما، وهكا غنستمر حتى كنسالي كلشي المسمن ديالي ونرجع لكم في صحن البنات. راه كما كتشوفوا تبارك الله وما شاء الله راه المسمن ديالنا كي تيجي مورق، يعني الصراحه راه كيجي زوين بزاف بزاف.
يعني وكيتقسم معكم بكل سهولة. راكي كتشوفوا راه كل يعني كل ورقة وحدها راه كيجي زوين بزاف. يعني الصراحة راه كيجي زوين 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 بزاف. وكنصحكم يعني تجربوا هذه الطريقة وبنفس المقادير، وإن شاء الله ربي ما غيخيبكم. ومرحبا بكم، يعني أتاي بالنعناع اللي الصراحة كيجي رائع مع المسمن مع شي زبدة بلدية، ولا يعني على حسب الرغبة. ونتمنوا يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوش اللايك وتبارطاجوه مع الحباب والصحاب، واللي مازال ما شارك هذه هي الوقيته باش تشاركوا باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.